السلام عليكم. هلا، عليكم السلام. مرحبا. طب بس لبيه لا بس شوية، وش اللي شوية؟ كيفك 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 يعني؟ لا بس قلت لك. انت من وين؟ نعم، من وين انت؟ ليش ما فهمتي ما قلت؟ لا قلت لك كيف حالك؟ لا، انت ما قلت كيف حالك. ما ادري وش قلت. لا بس قلت لك لا باس، يعني كي دايرة، يعني كيف انتينا، يعني كيفك؟ زين، انت اخبارك؟ عساك طيب. زين الحمد لله، زين. هذه زينة عندكم، يعني احنا زين، يعني زين كنقولوه زوينة، يعني فيها الجمال، فيها جمال، يعني كنقولوه زوينة زين كما قلت انت من انت. وين؟ أنا من الريف، ريف وين؟ ريف بين الجزائر والمغرب. تفهم علينا؟ نعم تفهم على كلامنا؟ نعم أنا أفهم كلامكم. نعم، بس حنا ما نفهم كلامكم، تدري؟ شغلكم هذا كي ما كتفهموش كلامنا. احنا شنو نديرو؟ احنا المهم كنفهموكم، احنا نفهمكم جيدا، تفهمون عليه؟ نفهم جيدا، أنا أفهم ماذا تقولين. قولي وأنا أفهم، اسأل عن شيء وسوف أجيبك. ماذا أنت تتكلم الحين تريدين؟ باللغة الفصحى صح؟ نعم، تتكلم باللغة الفصحى. نحن لا نتكلم باللغة الفصحى ولا كذا، نحن كان نتكلم بالأمازيغية، يعني ما مش تجيد مليح، ما لاباس، جاني حنجي، أنا عايز نم بابام يمام سويت مام واحدة العائلة. واحدة، اصبر 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 اصبر، موتتني من الحياة. اصبر اصبر لا، اصبر، واحدة واحدة. هذه هي لغتنا، هذه هي لغتنا، يعني كما سمعت الآن، يعني أنا أتحدث معك الآن باللغة الأمازيغية، يعني لغتنا الأصلية، يعني اللغات ديال الريف، يعني لغتنا نحن في الريف، يعني ما مش تجيد لاباس، تعاوننا محنجي عن العائلة، ما ثمغاض، ما تصحض، شحال وزنت، مش حاض عبار، مش حاض من مترو، ما ثيري وذ، ما تزلات. هل فهمت شيئا؟ لا والله ليش؟ ما ادري، ها؟ ما ادري. شباب ما فاهم عليه، يعني تاخذ جولة ما وبيضاء لك يفهم على أنت كلامي. بيضاء؟ يعني أنت تبدين بيضاء، كلك بيضاء من هنا على حجابك. ماذا يعني انا ترى؟ الحين محكومة. محكومة؟ اها، شو حكم عليك؟ باودر. باودر، يعني ما جبرتي، ما دعم لي غير باودر، رجعتي بيضة، يعني رجعتي انت دابا كلك بيضة. هي أحلى ها؟ أحلى. هيك أحلى. هي هذا رائع. من اللي عنده مناعة ضد الفحم؟ إذا أنت من وين؟ الفحم يا وجعان. لبيه؟ أنت تبيعين الفحم؟ لا، هو يقول عنده مناعة ضد الفحم. أنت من وين؟ السعودية. من السعودية، من أي مدينة من السعودية؟ من جدة؟ لا، من الشرقية. من الشرقية، ما شاء الله، أنتم مشرقون. وانت جيت على السعودية قبل؟ لا، أنا ما جيت للسعودية قبل. لا عاد، وش دراك؟ نعم؟ وش دراك؟ لا، أنا أنتظر قليلا سأتي إلى السعودية. سلامكم. نعم، أنا سأتي يوما ما. ايه، هو يتكلم بالفصحى. ايه وهذه هي لغة الإسلام ولغة القرآن، أليس كذلك؟ ايه مظبوط، بس الحين ما حد يتكلم فيها. وليش أنتم في السعودية يعني السعودية معروفة، يعني هو مهبط الوحي ومنبع الرسالة، وفيها خرج محمد صلى الله عليه وسلم ونزل فيها القرآن، وليش ما تتكلمون باللغة الفصحى؟ صبر يا سعد، صبر. وردتين شباب، باقي وردة. كيف الله يسعدكم. ما أدري، حنا نتكلم كذا من خلقنا، عادي نتكلم كذا.
كافو 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 كافو. تعرف تقول كافو بعد؟ الله أمرك عوافي. ها؟ تعرف تقول كافو؟ واحنا كنقولوا كافو. شو هو هاد كافو؟ احنا ما عرفنا شو هو كافو. كافو انا درست وعيد من انا درت البحث عرفت كافو ما عنده تفسير. كافو نحن سمعنا عندكم كافو ونقول كافو. يعني ما تعرف وش معناها؟ ما نعرف وش معناها. تمام سعد يسعد قلبك. يعني كفو منك. شو هو كافو يعني؟ شو هو يعني كافو؟ يعني شباب كافو. ها هو كافو. نحن سعد الله يسعدك كافو عندما يرسل لك أحد شيئا يعني شيء هدايا أو شيء من هذا. ما قصرت كذا ولا ولكن كافو يعني إيه؟ وش ده؟ وش ده شباب؟ شباب الله يسعدكم. كافو منكم. شوف هذا الكافو. هذا عامل لك كافو. ايه هذا الكافو. شوف حلو 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 حلو. قل له يزيد لك كافو. هذا انت ايش تسوي؟ عزوز؟ لا مو يعني تمام. لا كافو يعني تعزيز. يعني تعز الإنسان. إيه يعني تعزيز كذا كذا معنى الكافو. شوي جميل. هذا جميل هذا رائع. إيه يعني شو ما أقول لك يعني هذا مش الله عليه مطنوخ كذا فهمت؟ نعم نعم مش مطنوخ. كبي وشو هو كبيس كبيس شو هو كبيس وكبيس تمام ليه مو زعلانة. كافو كافو كافو. هو أتى لي كافو حتى تعال كافو تشوف كذا أنا أتى لي كافو حتى أنا أتى لي كافو. هل رأيتي كافو إبراهيم كافو كافو أي كذا كافو شباب. كافو إبراهيم كافو والله. أوه ما شاء الله ما شاء الله جواد وش ذا بيفوز علينا كافو. وشو هو كبيسو؟ يعني ضغط على الشاشة مشان نطلع اكسب لاور. اضغطوا على الشاشة يا شباب اضغطوا. قول فخصو. ها؟ قول فخصو. فخصم؟ اي فخصو. فخصم شو هو فخصم؟ يعني نفس الكبس. شباب لا يفوز علي. شباب لا يفوز. فوزت عليك إن شاء الله. سأفوز عليك وأحكم عليك. الله أكبر الله أكبر لقد فزت عليك. كافو الحين أنا أقول لك كافو كافو. إذن سأحكم عليك أليس كذلك؟ وش تبي تحكم حكمك جني؟ لا لا أنا أحكم عليك حكما طبيعي. أنا ألعب عن جولتين. على جولتين؟ يلا العب شولتين يلا قدام. شباب والله اني حبيت كلامك. شير وكبس وشد وبزق ورعبي رعبي. فاقصه وش بزقوا؟ فاقصه كذا فاقصه فاقصه اي اضرب على الشاشه اقول فاقصه. نحن كنقولوا فقصوا 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 اي فقصوا. بزقوا بزقوا واه واه. طيب شباب فاقصوا كم عندك في البث؟ انا عندي 100 100 واه. انه يتكلم في اللغه العربيه الفصحى. هل اعرف ان اتكلم اللغه العربيه ام لا؟ هي احسن مني انا ما اعرف اتكلم مثلك صح. هي مشكور على الورد يا ورد. طيب انت وش تقولون بلغتكم فاقص؟ احنا كنقولوا بزقوا 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 يوزقكم جني. ايوه بزقوا وجه نمبر يا وجعان. او عبزوا عبزوا واه واه. انتما كتقولوا شنو تقولون؟ رابعي يا رابعي ياك. هي ربعي يا ربعي. الصندوق يا ربعي. يو الصندوق يا ربعي. شو هو ربعي يا ربعي؟
حبسوا يعني يا جماعتي كذا يعني يا عزوتي كذا يا محازني ما شاء الله. احنا نقول رعابي يا رعابي رعابي يا هو وش يا رعاب رعابي يا رعابي جيت كسزرو داعرف هو كان عنده عزك الله حمار وعنده اثنين من الحمولة من فوقه وعنده فأس ومصة غليظة حديد وبستولي من الحديد ويمشي في الأرض يجبر هكذا حجارة كبيرة ويعمل ذلك البستولي في وسطها ويضرب ويفرتك ذلك الحجار ويهز ويعمله على الحمار ويأتي ويصنع به المنازل. هذا نقول له رعابي رعابي نحن. بس حنا نقول يا ربعي مو يا رعابي. ايه انتم ما تقولوا ربعي يا ربعي. احنا ما نقولوا ربعي يا ربعي. احنا ما احنا يا ربعي. ايه يا ربعي. احنا ما نعرف شدوا يا ربعي اللي. شدوا والدبل. كبسوا بزقوا شيروا شدوا. رعابي رعابي. كم لك في التيك توك؟ انا يا. أنا يا إيه أنت يا مش كثير يعني 3 أشهر 4 أشهر هيك. كم عندك متابعين؟ أنا عندي 113. عندك 5000 مو يعني 113 ها؟ عندك 5000. كيف يعني 5000؟ متابعينك 5000. زعما اللي صنعوا لي بزيدو في يعني 5000 يعني اللي عملوا لي بزيدو. لا المتابعين حقك. ايه يعني انا فهمتك يعني في صفحتي الشخصيه هناك 5000 اشخاص يعني. اي 5000. ايه كثير ما يريدون ان يعملوا لي بزيقوا ما يبزيقوا لي كثير يعني ما عارف لا اعجبهم ما يضيفوني يعني لك 5 أشهر يعني فتره يعني فتره طويله ام قصيره؟ 4 أشهر. طويله مره. انا مالي شهر ونص. ها مالي شهر ونص. انا عندك شهر ونص؟ ايه. كم عدد عندك وربلاتي؟ عندي 36000.